في هدنة السبعة أيام، هذا أحد شوارع أم درمان، عودة مؤقتة للحياة ربما، وفرصة للجلوس في أجواء هادئة نسبياً لا يتخللها أصوات الحرب. أما هنا ففرصة أيضاً لكسب الرزق وجولة عمل حرم منها لشهر وأكثر. بينما هذه السيدة وجدت متنفساً بعد صراع أسقاها مرارة الحاجة، شيء من أساسيات الحياة عادت متواضعة هنا، وفي المنازل انفراجة أيضاً. فينا الهدنة بدأت أمس، نحن أمس الحمد لله الكهرباء رجعت بعد انقطاع كهرباء، وشوية ما صحينا اليوم، ما صحينا على أسوار كبيرة بتاع مدافع أو دانات أو غيره. الكهرباء دي لما جات الناس دي مش كانوا عندنا عرس، لأنه بقول لك الكهرباء والموية عصب الحياة. هسه الحمد لله من اليوم الثاني هسه الأمور ماشية غايته الحمد لله هذا، لكن في حذر شديد يعني. عودة بحذر، تفاؤل عام قابله سكان آخرون شهدوا على خرق للهدنة بسماعهم لأصوات المدافع. ما في تحسن، الضرب لسه شغال وخش الرعب فينا وفي أولادنا وشردونا وخلونا زي ما دايرين نحن. هدنة إن ثبتت هشاشتها سيواجه طرفان نزاع عقوبات أمريكية توعد بها وزير الخارجية الأمريكي في حال لم يلتزما باتفاق وقف إطلاق النار. غيداء السالم، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.